احنا عارفين الخبر اللي انت قلته لنا ان انتشار طبعا الاورام والكلام ده كله، احنا عايزين نعرف يا دكتور ايه هي الاورام، ويا ترى عايزين برضو نرجع تاني ونقولها مرارا وتكرارا، اورام الثدي زي ما حضرتك بتقول انها موجوده في الشرق الاوسط بعدد محدود غير طبعا دول العالم كلها، فحضرتك شايف بقى سرطان اورام الثدي ابتدينا ثقافة المصريين ابتدوا يعملوا كنترول عليها، ابتدوا ان هما يبقى في وعي، ابتدى الناس فعلا تهتم وتشوف، ويا ترى اي اورام في الثدي نبتدي نقلق ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبسوط النهارده ان انا موجود معاكم. بالنسبه للاورام النسائيه فهي يعني الاورام عموما في الاول في البدايه هي نمو سرطاني. طبعا كلمه اورام ممكن تبقى حميد او خبيث يعني، بس احنا هنتكلم النهارده على الاورام الخبيثه اللي هي الاورام السرطانيه. دي الحمد لله احنا في الاورام السرطانيه منطقه الشرق الاوسط عموما هي اقل منطقه في العالم من ناحيه انتشار الاورام، بتنتشر اكتر في الدول الصناعيه، وده له علاقه بنمط الغذاء ونمط الاكل، وطبعا اسباب جينيه واسباب وراثيه. اللي طالع دلوقتي ان احنا المفروض ان احنا بنحلل ايه اسباب ان السرطان انتشر، ليه ما كانش موجود في الازمنه القديمه. وطبعا السرطان له علاقه بالسن، يعني كل ما السن يزيد كل ما الاورام السرطانيه بتزيد. فاحنا بندرس دلوقتي ايه السبب اللي خلى الاورام تنتشر، فبندرس يعني الاسباب بتاعتها. من ضمن الاسباب مثلا ان الاورام اللي تتنقل عن طريق العدوى فيروسات او حاجات زي كده دي نسبتها بتصل الى 20% من الاورام. الاورام الوراثيه اللي بتبقى الجينات او مشاكل جينيه او وراثيه في العيله دي من 3 الى 10% من اسباب الاورام. يعني النسبه قليله مش زي النسب الكبيره اللي احنا بنسمع عنها. من 3 الى 10% والعدوى وفي طبعا اسباب اخرى كثيره يعني، لكن انا بقول اهم الحاجات اللي احنا ممكن نشتغل عليها بحيث ان احنا نمنع انتشار الاورام، لان انت حضرتك في اسباب يمكن منعها وفي اسباب لا ما بتحصل من غير منع. طبعا اكيد. فالوعي دلوقتي بالاورام موجود، ابتدى يبقى موجود، لكن لسه برضو قدامنا شوط طويل قوي نقطعه في نشر الوعي وفي حاجات معانا لسه هنقولها برضو على كيفيه منع اورام عنق الرحم، كيفيه منع اورام الثدي. لان احنا عندنا المنع 3 درجات، في الدرجه الاولى ان احنا بنمنع اصلا ظهور المرض. اللي هو في حاجه اسمها كده يا دكتور، يعني حتى لو في عيله معروف انها مثلا العيله دي منتشر فيها سرطان الثدي ممكن ان احنا نمنع ده؟ لو في سبب جيني لسرطان الثدي في العيله، يعني مثلا في تغييرات جينيه وراثيه زي يعني بتبقى موجوده مش في الثدي فقط، ممكن في القولون، ممكن في بطانه الرحم، فلو في ما نقدرش ان احنا نمنعها بس نقدر نكتشفها بدري، نقدر ناخر ظهورها. يعني في اسباب مساعده بتبقى تساعد على ظهور الورم فاحنا نقدر ناخرها، نقدر انما في النهايه هتحصل، بس لما اكتشفها بدري اقدر اعالجها، في نفس الوقت لما باخرها برضو بقدر احسن نوعيه الحياه للمريض. فاحنا في الاول بنبدا بالمنع الاولي اللي هو منع الورم في الاسباب اللي يمكن منعها، ثم المرحله الثانيه من الوقايه اللي هو علاج الورم اول ما يتشخص، ان انا ما اتاخرش في العلاج، لان برضو بعض الناس بتبقى يعني عندها مقاومه شويه لفكره العلاج والكيماوي دي برضو محتاجين ننشر بيها الوعي. المرحله الثالثه بقى اللي هي الاخيره اللي هي في النهايه بقى بعد الورم ما بيحصل بالفعل، ويبدا ان احنا عايزين نمنع المضاعفات او ان احنا نعالجها ونحسن حياه المريض، ودي برضو محتاجين ان احنا نشتغل عليها. ودي اهم نقطه بتاعت تحسين حاله المريض، وكمان زي ما حضرتك قلت في البدايه دكتور محمد عايز ارجع لنقطه مهمه جدا، قد ايه التغذيه بتفرق جدا في نمط الحياه بالشكل العام. زي ما حضرتك بتقول ان الدول المتقدمه اللي هي قلت الدول الصناعيه اوريدي الموضوع بينتشر فيها بسبب التغذيه السريعه وبسبب المواد المحافظه والكلام ده كله، اكيد ليه اسباب ودور كبير جدا في صحه ان الاورام دي تنتشر ولا لا. يعني احنا ممكن بايدينا نجيب لنفسنا السرطان او احنا نمنعه؟ طبعا. ازاي بقى؟ نمط التغذيه، هنتكلم الاول طبعا على نمط الحياه عموما، نبدا بالتغذيه اللي هي اهم حاجه زي حضرتك ما تفضلتي. طبعا. فاحنا الاكل بتاعنا في كتير منه غلط، يعني عموما مبدئيا كده اي حاجه مصنعه فهي مش جيده، يعني اللحوم المصنعه اللانشون والبرجر والسجق والسوسيس والحاجات اللي هي منتشره بشكل عنيف جدا في الاطفال حتى للاسف الاطفال، واللي هي المقرمشات والمياه الغازيه كل ما هي مسميات مصنعه، اشياء كارثيه. اي حاجه مصنعه هي ليها يعني اللحوم المصنعه دي ثبت بنسبه 100% انها بتجيب سرطان قولون، فزيها يمكن أسوأ من السجاير بالنسبه لسرطان الرئه. فيعني اللحوم المصنعه سيئه جدا، ودي برضو من العادات الغذائيه السيئه قوي اللي انا نفسي الناس تبطلها.
يعني اللحوم المصنعه دي سيئه جدا. زي ما حضرتك تفضلتي السكريات المصنعه، الحلويات الغازيه والحلويات والشوكولاته والحلويات الرهيبه اللي منتشره دي، انا يعني كل دي انت المفروض مسموح لك في اليوم مثلا سي 6 مكعبات سكر صغيره. ازازه البيبسي لوحدها فيها اكتر من جرعه دي، يعني انت لو شربتي مثلا مياه غازيه او قطعه حلويات او كده فانت بتعدي اوريدي المسموح من السكريات في اليوم. فالحاجات المصنعه مبدئيا دي ممنوعه تماما في الاكل. يعني طبعا في الاكل بتاعنا له نوعيات مختلفه، يعني في مثلا اللي هو المفروض ان ثلثين الوجبه بتاعتنا يبقى معتمد اساسا على النباتات. حتى اللحوم، يعني حتى اللحوم في لحوم برضو صح وبتخش تحت طهي بشكل التدخين والتبخير والكلام ده كله تحت درجات عاليه جدا وبتقعد وقت طويل جدا. تمام، كل الحاجات دي قالوا انها برضو، يا ترى المعلومه دي صح ولا غلط؟ عشان لها لا يعني بالنسبه للحوم انها ما تتحرقش. حتى العيش في ناس كانت بتحب قوي انها تعمل اللون الاسود حوالين العيش. الاسود ده كارسينوجينيك، يسبب السرطان. اللحوم المحروقه اللي هي مش هقول ويل دان بس اللي هي بتبقى فيها حرقه او حاجه تشارد كده مشويه بيبقى فيها مشكله برضه. حتى اللحوم نفسها، يعني عايز اقول لحضرتك ان الفراخ والسمك اكثر امانا من اللحوم الحمراء. فبرضو احنا يعني الحاجات الطبيعيه ينفع ان احنا ناخدها لكن ما نبقاش مسرفين فيها. حتى الحاجات الطبيعيه في حاجات افضل من حاجه، يعني ان انت تاكلي ثمره فاكهه سليمه طبعا افضل ما تاكلي عصير الفاكهه ده. يعني السكريات عموما مش من الحاجات المفضله في الاكل. هي فعلا المعلومه دي يا دكتور محمد صحيحه، اللي هو السكر دي الملح اللي هو كل ما حاجه لونها ابيض دي فعلا بتسبب مشكله؟ يعني هي كده كده بتسبب مشاكل في الهضم، بتسبب مشاكل كتير قوي في جسمنا كمان على الخلايا، اللي هي لو في بقى حد عنده في الجين او عنده مثلا قابليه ان هو يحصل تغير في الجينات بتاعه جسمه، دي فعلا ممكن تعمل مشكله او تعمل اورام طبعا بعد فترات من الوقت. طبعا هو مبدئيا الملح طبعا مشكلته بامراض الضغط والكلام ده. الدقيق يعني هو الدقيق ما فيش منه مشكله كبيره، هو كومبلكس كارب يعني بس يعني بدأ بس احسن الافراط فيه طبعا هو بيعمل مشاكل كتير. السكر هو ده اساس المشكله، يعني السكريات هي اساس المشكله. احنا المفروض ان احنا جسمنا مش متقبل او ما ينفعش معاه فكره انك تاخدي كميات سكريات كبيره او حتى كميات قليله. يعني السكريات عموما من الحاجات اللي يفضل الابتعاد عنها تماما. يعني انا عارف ان الثقافه السائده ان الدهون اسوء من كده. الناس هتزعل منك قوي يا دكتور في شهر رمضان واحنا عايشين في شهر رمضان على الحلويات، يعني كده يعني معنى الكنافه ليه كده يا دكتور؟ هي دي المشكله ان هو للاسف الحاجات دي بتعمل ايه؟ بتعلي مستوى السكر جدا في الدم. فبتعمل زي نوع من انواع الادمان. ايوه صح. فطبعا انت بتلاقي ان انت معتمد عليها او بتدمنيها او ان انت محتاجاها باستمرار، في حين انها ليها اثار عنيفه على الجسم. يعني السكر نفسه بحد ذاته مجرد انك بتاخديه ده بيتعب البنكرياس جدا، بيدخلنا في مشاكل زي الضغط والسكر وارتفاع الدهون في الدم، بيدخلك في برضو جوع مفرط. يعني انت لما أيوة بتسكر بيعلى قوي، الانسولين بيعلى فبتجوعي، بتضطري تاكلي كتير. المشكله برضو كمان السكريات لما بتتكسر جوه الجسم بيطلع حاجه اسمها عناصر شرد. العناصر الشرده دي هي اللي بتزود نسبه السرطانات جدا. يعني فهتلاقي ان هو السكر مرتبط بتقريبا 3/4 المشاكل اللي بيعاني منها الانسان المعاصر. السكر. فمعنى كده السكريات، يعني اولا كل سنه وحضرتك طيب، رمضان كريم، بس للاسف احنا في يعني احنا بنقول ده شهر كريم فبنستغله بقى البلح بقى والحلويات والعصاير، فكل دوت نحاول ان احنا نقلل منه عشان نتجنب او ناخده بكميات قليله علشان نتجنب الاصابه بالاورام. طبعا. وعايز اقول لحضرتك ان على ذكر صيام رمضان، طبعا كل سنه وحضراتكم وانتم طيبين وخير وحضرتك طيب. الصيام اساسا هو اللي هو الانترميتنت فاستنج، الصيام المتقطع، فهو السبب الرئيسي دلوقتي ان يقال ان نسبه السرطانات في الشرق الاوسط قليله، لان هو طبعا الجسم بيبدا يتخلص من عناصر الشرده والحاجات زي دي. احنا بقى بنضيع المجهود اللي ده احنا عملناه بالظبط بالحلويات. طب حلوه قوي المعلومه دي يا دكتور، عشان برضو نفوق المشاهدين. احنا كل حلقاتنا بنتكلم عن التغذيه ليه؟ عشان احنا شايفين ان التغذيه، الرياضه، عدم التدخين، الكلام ده كله بيساعد بس مش على الاورام ولا انتشار ظهور الاورام في الجسم، لا عامه بيحسن من صحه جسمنا في كل حاجه، في كل اجهزه جسمنا، اذا كان في الكبد او الجهاز الهضمي او اذا كان في اي جزء من جسمنا. فهو دايما اي يعني اي دكتور بنستضيفه يقول
يا جماعه التغذيه، الرياضه، التدخين، دولت حاجه كده مفروض الواحد يبقى حاططهم كده قدامه. طبعا طبعا. اللي عايز اقول لحضرتك مثلا الكلام زمان كنا بنقوله كلام عام، فزي كلام التنميه البشريه كده اللي هو مفيش دراسات مثبته، لكن دلوقتي حاليا في دراسات مثبته ان الرياضه بتقلل جدا في اورام بطانه الرحم واورام الثدي، ممارسه الرياضه بانتظام دي ده كلام منشور ومثبت. التدخين للاسف، وجود التدخين برضو احنا لسه هنتكلم على سرطانات عنق الرحم طيبة. فالتدخين بيزود سرطانات عنق الرحم جدا، وبيزود يعني سرطان عنق الرحم ده بيتنقل عن طريق فيروس، يعني هو ده من ضمن الاورام اللي احنا ذكرناها في اول الحلقه اللي هي 19% من الاورام بتتنقل بعدو. سرطان عنق الرحم بيتنقل عن طريق فيروس، والفيروس ده الفعاليه بتاعته او الاجريشن او العدائيه بتاعته بتزيد قوي في التدخين. لا طب خلينا بقى يعني نركن شويه سرطان الثدي ونتكلم على سرطان الرحم. ازاي دكتور فيروس، يعني فيروس بقى بيجي من ايه؟ يعني يا ترى عدوى ممكن، احنا بنشوف فيه عدوات كتير، يعني عدوى ممكن تتنقل لنا مثلا عن طريق حاجات كتيره، يا ترى بقى ممكن يعني في عدوى مثلا زي الحمامات والكلام ده كله ساعات بتنقل امراض وحاجات الواحد فعلا بيستغرب يعني ازاي انها، وحتى الواحد بيبقى مطهر ومعقم ومش عارف ايه وبرده بتتنقل له عدوى، يعني فعلا الفيروس سرطان الاورام ممكن تتنقل عن طريق حاجه زي كده؟ طبعا احنا عندنا الاورام بتاعه الرحم، في عندنا اورام الرحم نفسها، ودي بتيجي عن طريق الهرمون الاستروجين الزياده في الجسم. ده ممكن حتى على ذكر برضو التغذيه ان هو بيجي عن طريق الاكل اللي هو الملخبط، فبيعمل دهون فبيزود سرطان الرحم. سرطان عنق الرحم بقى اللي انا بتكلم عليه ده بيتنقل عن طريق فيروس اسمه اتش بي في، او الفيروس الحليم البشري ده. ده بيمكن يتنقل عن طريق التلامس، وممكن يتنقل عن طريق علاقه جنسيه. فالفيروس ده بيصيب خلايا عنق الرحم وبيعمل فيها تحورات. طبعا يعني هو الفيروس ده حوالي 100 نوع. 100 نوع. ففي انواع منهم بتعمل الاورام دي، بتتحور يعني وتعمل اورام، صح؟ الفيروس بيأثر على الخلايا، فالخلايا هي اللي بتتحور وبتعمل اورام. لذلك سرطان عنق الرحم من الحاجات اللي فيها كلام كتير قوي على منعها، ان احنا الاول ممكن نمنع العدوى بالفيروس الاتش بي في ده، ممكن ان احنا ندي تطعيم يمنع العدوى بتاعه الاتش بي في، ممكن ان احنا نعمل مسحه وبتتعمل بره، وبعملها برضو في العيانين، بس بنعملها مش في اطار برنامج، لكن بنعملها كمتابعه مع المرضى. دي ايه بقى يعني يا دكتور، بيبقى لها مثلا في البدايه خالص اعراض بيبقى لها، عشان نتكلم بقى ازاي نكتشفها وازاي مثلا نبتدي يبقى عندنا ندي للمشاهدين بتوعنا وعي وثقافه ازاي يبتدوا يفهموا النوع من انواع سرطان الرحم دوت اللي هو بي اتش بي اتش بي في. ازاي بقى نبتدي، يا ترى ليه اعراض معينه، يا ترى مثلا بتبقى مثلا حاجات افرازات في البدايه حاجات بسيطه وبعد كده بيبقى الموضوع يتطور، ولا بيبقى ايه بالظبط؟ هو يعني احنا ممكن نبدا من مرحله المنع. المنع تمام. احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا في تطعيم للفيروس ده موجود، في تطعيم وعايز اقول لحضرتك من الاخبار الجيده بالنسبه للتطعيم، ان هم كان زمان يقول لك لازم 3 جرعات، الجرعه ممكن تبقى مكلفه شويه او النظام يبقى مكلف شويه، لكن دلوقتي حتى يقول لك جرعه واحده كافيه انها تمنع حوالي 98% من الحالات. طب مين اللي تاخده ومين اللي ما تاخدوش؟ يعني دلوقتي المفترض ان كل الناس ياخدوا. طب ليه سن معين يا دكتور؟ ولا هو يعني برضو على حسب تاريخ بدء العلاقه الجنسيه، احنا ممكن نبدا من بدري، ممكن من قبل الزواج، يعني هو في من ساعه البلوغ، يعني من ساعه البلوغ، لكن لغايه سن 28 سنه او حاجه بعد كده بيبقى فعاليته اقل قوي. فاحنا الفتره فعاليته اقل، يعني من بعد 28 بيضعف فعاليه التطعيم. هو بيبقى اوريدي العدوى ممكن تكون حصلت، هي الفكره في ان انت كل ما تبتدي بدري كل ما بتلحقي تمنعي ان يحصل اي عدوى من الاتش بي في، لكن بعد كده بتبقى العدوى اوريدي بالفعل حصلت اوريدي موجوده. حتى التطعيم ما يفيدش في المرحله دي، يعني بعد ما العدوى ما بتحصل التطعيم ما بيفيدش، لكن برضو انا بقول ان هي اللي يقدر ياخد التطعيم ياخده، لان بعد كده الحدوث المفترض بعد الخطوه اللي بعد التطعيم بقى ان احنا المتابعه، ان احنا المتابعه عشان نقدر يعني نكتشف الورم في مراحله بدري قوي. طبعا اكيد في مسحه من عنق الرحم بتتاخد، والمسحه دي لو لقينا فيها خلايا متحوره بنعمل تحليل بقى وراثي للفيروس اتش بي في ده نفسه، نشوف لو موجود، ولو موجود ايه الانواع، النوع اللي موجود منه، هل نوع حميد ولا نوع يعمل اورام.
تمام. والخطوه اللي بعد كده بقى التشخيص بتاع عنق الرحم. طبعا الاعراض للاسف الاعراض بتظهر يكون الورم متقدم شويه، يعني الدم متاخر يعني في بالظبط، الدم اللي بينزل بعد العلاقه او الكلام ده، ده بيبقى مش لازم يكون متاخر قوي، بس اوريدي يكون الورم ابتدى يبقى له، فاحنا عايزين فاعليه يعني بيعمل حاجه، عايزين احنا عايزين نلقط الورم في مرحله متقدمه. واحسن حاجه في الموضوع ده هو منظار عنق الرحم. يعني احنا لو لقينا بالمسحه بتاعت عنق الرحم. بس يا دكتور، ازاي السيده اساسا تكتشف ان عندها المرض ده؟ يا ترى ايه اعراضه؟ يا ترى السيده بتحس بايه؟ ويا ترى بيجي زي ما حضرتك بتقول بعد سن 28؟ لا، هو مش بيجي بعد سن 28، هو التطعيم لغايه سن 28. التطعيم بعد سن 28، لكن ممكن بقى يجي في اي مرحله، يعني هو ممكن هو اكتر مراحله في اواخر العشرينات واوائل الثلاثينات. بس كده بيجي في سن صغير. في سن صغير ده بيجي في سن صغير. احنا عايزين نخلي الناس مش تكتشفه لما يحصل، احنا عايزين نخلي الناس اولا تمنعه بالتطعيم، ثانيا تستنتج المراحل البدري قوي منه بالمسحة عنق الرحم، واللي هي بتتعمل المفروض بشكل روتيني. طب اعراض المرض ده يعني؟ انما لو حصل بيحصل نزيف بقى، زي ما قلت لحضرتك نزيف بعد العلاقه. عادة لما اقول لحضرتك لما بيكون الموضوع ده حصل بيكون الورم تقدم شويه، فبتجيلنا يا اما ظاهر بالعين المجرده، يا اما بنعمل منظار عنق رحم، بنقدر ناخد عينه والعينه دي بنحللها. يعني بيبقى زي نتوءات او زي لحمية او قرحه في عنق الرحم. بتبقى ظاهره يا دكتور؟ بتبقى يعني ظاهره. بتبقى ظاهره بالمنظار بس ولا ممكن بالسونار بالكلام ده كله؟ لا، ما تظهرش بالسونار، لكن هي كل ما كبرت كل ما تظهر. طبعا يعني احنا في مراحل معينه مثلا ممكن تظهر بالسونار لما بتعمل يعني نمو، كيز او نمو، لما بتعمل نمو معين اقدر اشوفه بالسونار. كل ما بقى اكتشاف الورم سهل بالفحص او بالسونار، ده معناه ان هو في مرحله متقدمه للاسف. طب دكتور، يا ترى بقى يعني البنات بقى، هي بنات وسيدات لو اتجوزوا في سن صغير، بيبقى انا مثلا اعراض مثلا تغيرات في مثلا في الدوره الشهريه، بيحصل حاجه معينه يبقى مؤشر ولا لا بالنسبه لعنق الرحم؟ بالنسبه لا، ما بتاثرش. اللي هو الاتش بي في، الاتش بي في نفسه كعدوى، ده مش ورم، هو مقدم لحدوث الورم. مقدمه لحدوث الورم. تمام. الورم ما بيحصلش غير في وجود الاتش بي في. فالاتش بي في نفسه نلقطه ازاي؟ حاجه من الاثنين، نكتشفه ازاي؟ يا اما ان هو بيعمل زي حاجه اسمها ثقاليل او نموات كده صغيره، اللي هو اللي بيسموها الصمت. ايوه. ده برضو ده بتيجي المريضه، بنعمل مسح من عنق الرحم، بنعمل سيرولوجي، نشوف النوع الفيروس الاتش بي ده موجود حميد او مش حميد، وبنقدر ان احنا نعرف لو هو حميد خلاص بنعمل كي للثقاليل اللي موجوده دي. وللاسف برضو هي بتفضل كامنه مستنيه التنشيط. يعني وده اللي كنت بقوله لحضرتك، اللي هو التدخين بيساعد ان الفيروس ده يبقى كامل، يكبر وينتشر، بيساعد ان الفيروس ده يبقى كامل لغايه ما يرجع بعد كده باورام او حاجه زي كده. هيقول لك ما احنا مش شرط الشخص بيدخن، ما هو اللي حواليه بيدخنوا، والناس في الشارع بتدخن، والناس في الشغل بتدخنوا، وكمان المواصلات يعني هيقول لك حتى لو انا باخد تدخين سلبي فهي يعني التدخين السلبي التلوث اللي احنا عايشين فيه، ما هو ده حصل تغير في المناخ بسبب التلوث. فعلا هو التدخين السلبي طبعا، بس هو بنسبه اقل من التدخين الايجابي، وطبعا كل ما كان مقفول اكتر كل ما زاد نسبه التدخين. لذلك هو الفكره ان ما ينفعش يبقى المدخنين مع المش مدخنين. مع المش مدخنين صح، ده ما ينفعش. المفروض ان في اماكن معينه للتدخين. هو انت كل ما بتفرط في حاجه كل ما بتدفع الثمن. فانت بتفرط ان انت تقعد في وسط ناس مدخنين، انت بتتعرض للمشاكل اللي هم بيتعرضوا لها بنسبه اقل، لكن مع الوقت النسبه بتعلى. طب ده بالنسبه لعنق الرحم. في سرطانات تانية بتظهر في الرحم بره عنق الرحم نقدر نقول برضو هي المنتشره وهي المشهوره، بيبقى لها تطعيم ولا لا؟ طبعا في سرطان الرحم نفسه، سرطان بطانه الرحم. ده كان زمان نقول سرطان بطانه الرحم ده بسبب ان هو السيدات اللي ما عندهاش تبويض كفايه، فما عندهاش هرمون البروجستيرون، هرمون الاستروجين فقط. السيدات اللي ممكن يبقى عندها اورام على المبيض بتفرز هرمون الاستروجين، السيدات اللي هي ممكن عندها يبقى دهون فبتزود نسبه كان السن بتاع الاورام الرحم دي كانت بتبقى في الستينات او السبعينات. أيوة. للاسف الشديد حاليا انا بقيت اشوف حالات في الثلاثينات. ايوه للاسف. وعندهم اورام في الرحم، يعني اورام الرحم نفسها مش عنق الرحم، اورام الرحم دي كانت بتاعه الاولد ايج، دلوقتي لا بقى ثلاثينات اشوفها. بتيجي بقى في دي بتبقى واضحه جدا، دي بتبقى يعني من اكتر الاورام اللي بيتم اكتشافها مبكرا بسبب انها بتعلن عن نفسها بوضوح وبشراسه من الاول. اضطرابات عنيفه في الدوره الشهريه، نزيف، تيجي المريضه نعمل سونار نلاقي التضخم في بطانه الرحم.
ناخد عينه وبنحللها بالمنظار الرحمي، ناخد عينه ونحللها ونقدر ان احنا نشخص الورم. مفيش طبعا تطعيم له، مفيش اكتشاف مبكر، يعني مفيش مسحه مثلا زي عنق الرحم. بالظبط عنق الرحم بالظبط. نشوف بس هو الميزه فيها فيروس او حاجه؟ لا مفيش. ده ما بيبقاش ليه فيروس، ده للاسف بيجي كده ولا فيروس ولا تطعيم ولا حتى يعني نعمل سكريننج اللي هو كشف المبكر. كشف مبكر ما بيتعملش، احنا بنيجي لما. بس هو الميزه فيه ان هو بيعلن عن نفسه بدري جدا. طب يعني حلو مجرد ما بطانه الرحم بيبدا فيها لخبطه وخلايا متحوره بيبدا النزيف وبيبدا المشاكل وبتبدا السيده انها تجيلنا، فنلاقي السمك ده فنعمل المنظار الرحمي، ناخد العينه من الاماكن اللي احنا شاكين فيها، فبيتعالج بدري قوي، ونسبه اللي هي بنسميها الفايف يير سرفايفر ريت او الحياه بعد سن بعد 5 سنين من اكتشاف الورم عاليه جدا. في لان معظم المريضات اب تو 90% منهم بيخفوا وبيبقى حياتهم طبيعيه جدا. طب بعدها حلو ده، وممكن انها يعني تخلف وتمارس حياتها بشكل طبيعي على حسب ولا تاثر؟ على حسب لو اكتشفنا الورم امتى. ده حلو يعني ده هو ده اللي احنا بنتكلم عنه يا دكتور، وهو ده عايزين يبقى هو ده مضمون حلقتنا، الكشف المبكر لكل حاجه بقى، ان احنا يبقى عندنا ثقافه ان احنا نشوف لو في عندنا تغير او اي حاجه ما نهملش ونقول لا ده ممكن عادي بسبب مثلا عصبيتنا بسبب نرفزتنا بسبب اللود، لا احنا لقينا تغير شويه في هرمونات او تغير مثلا في زي ما حضرتك بتقول في الدوره الشهريه او نزول نزيف او الكلام ده كله. اصل في ساعات سيدات تقول لك ايه لا ده عادي بيحصل، وتيجي تسال والدتها لا معلش ده انا كان بيحصل لي وانا صغيره. الكلمه دي الشهيره ان احنا بنقعد نستشير مش متخصصين، وهي دي بتبقى الازمه، او جارتها او صاحبتها لو والدتها فدي اللي بتاخر للاسف، او ان احنا ما بنبقاش عايزين نواجه المشكله نفسها. انا عايز اوجه رساله بالموضوع ده لان احنا بنعاني منها جدا. اكيد المفترض ان زود حضرتك ان في كذا مرحله للوعي، في مرحله ان هو اعرف ايه اللي بيعمل المشكله وامنعه، المرحله الثانيه مرحله لما يبقى عندي مشكله ازاي اكتشفها، المرحله الثالثه طب لو عندي مشكله واكتشفتها ازاي اعالجها بحيث ان ما يحصلش مضاعفات. كل الخطوات دي قسمها لنا بقى يا دكتور. اول مرحله زي ما قلت لحضرتك ان احنا في اورام ممكن منعها بالكليه، زي مثلا اورام عنق الرحم. في اورام ممكن اكتشافها مبكرا جدا زي اورام الثدي بالاشعه الماموجرام اللي بتتعمل، بنقدر ان احنا نكتشف، وخصوصا ممكن تتعمل في الثلاثينات او الاربعين او قبل كده كمان لو السيده عندها تاريخ وراثي او بالظبط الهيستوري بتاع العيله بتاعها فيها سرطان ثدي او سرطان عنق رحم. بالظبط كده، فدي اورام ممكن منعها. في اورام تانية ممكن اكتشافها مبكرا جدا زي اورام الثدي واورام بطانه الرحم، دي اكتشافها مبكرا جدا مجرد ان انا بلاقي ان في لخبطه، في اعراض مش تمام، في حاجه مش كويسه، ببدا ان انا في حاجه في الماموجرام بالنسبه للثدي، ابدا ان انا اخش على الخطوه اللي بعدها اللي هي مرحله التشخيص والعلاج. في اورام بقى ثالثه للاسف هي اكتشافها بيحصل متاخر. يعني اورام زي اورام المبيض، وهنا بخص اورام المبيض تحديدا بالنسبه لنا احنا كدكاتره نساء يعني. طبعا في اورام زي اورام البنكرياس اكتشافها بيبقى متاخر جدا. يعني كان المبيض قبل كده شويه، فالمبيض للاسف الشديد ان هو من الاورام اللي هي لو ما فيش تاريخ مرضي وراثي في العيله. تاريخ مرضي وراثي مقصود بايه؟ مقصود بيه ان في حد في العيله من الاقارب الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه، عنده الخال الخاله العم العمه الاخ الاخت، عنده يا اما ورمين يعني مثلا ورم في الرحم ورم في الثدي ورم في القولون، كل الحاجات دي مترابطه مبيض، او ان اتنين عندهم اورام. فنبدا ان احنا في حاجات بتبقى ان هو مجرد ان العيله دي فيها اورام فدي بتزود نسبه الاصابه شويه لكن مش قوي. في بقى النوع الثاني اللي هو ان في جين في العيله دي هو اللي بيسبب الاورام. لان في مثلا جين اسمه البراكا جين مثلا، البراكا جين ده ممكن توصل نسبه الاورام فيه ل 85%، يعني السيده عندها ريسك زي الممثله انجلينا جولي. بالظبط، لما اكتشفت ان والدتها عندها البراكا جين اكتشفت ابتدت انها تشيل الثدي بتاعها علشان خاطر والمبايض. بالظبط ايوه، يبقى تعمل حاجه حمايه. بالظبط، في حاجه اسمها لايف تايم ريسك اللي هو احتماليه حدوث المرض على مدار الحياه. اللايف تايم ريسك في البراكا جين ده ممكن يوصل 85%، فهي اكتشفت انها كده كده هيجي لها المرض في مرحله ما. فلو هي السيده بقى ما عندهاش القصه دي وما قدرناش ان احنا نشخصها، اورام المبيض بتيجي بشكل ايه؟ غثيان، اضطرابات في الجهاز الهضمي، مشاكل في القولون، فتلاقي تروح لدكتور البطنه. ما تروحش للنساء وتوليد، ما تروح لدكتور البطنه، فيبدا دكتور البطنه في الاول مش اي حاله هتجيله عندها اضطرابات هضم او قولون عصبي هيبدا يعمل لها فحوصات. بالظبط، فبيبدا يدي علاجات ما تجيبش نتيجه، اسبوع في التاني شهر في التاني هي
طبعا الناس بتختفي فجأة، بتحسن شوية فبترجع، يحصل ظروف ما تجيش، ما عندهمش برضو حتة يعني في بعض المرضى ساعات اللي هو بنكلمهم عشان يجوا، اللي هو ما هي دي الثقافه اللي احنا عايزين نغيرها يا دكتور. يعني فعلا بجد لما ساعات مثلا من كتر خوفنا نقول لا انا هسيب، انا يعني ان شاء الله ربنا، اه طبعا ربنا هيمد ايده، ربنا هيمد ايده بالدواء، ما كانش خلق الطب والاطباء والعلم علشان خاطر يعالج ده، هو يعني المرض ده يعني قدر بيبقى الواحد مكتوب له، بس ابتدى له يبقى فيه علاج، فلازم ان احنا نؤمن بده، ولازم ان احنا ما نهملش بقى نقول فيه. هي دي اللي بتبقى خطوه بتبقى وحشه جدا يا دكتور، ساعات الطبيب يقول لها تعالي بعد 6 شهور هنعمل تحاليل، اصل انا انشغلت، اصل انا مش عارف ايه، اصل ولادي، اصل لا مفيش حاجه اسمها كده. عشان كده والدوله يعني بتهيالي عملت يعني ما في وسعها انها تعمل حاجات كشف بالمجانا، دي حاجه حلوه جدا يعني. طبعا هو الفكره كلها، انا في مريضه والله ما يعني ما انساهاش، كانت جات لي عندها ورم في بطانه الرحم، وقلت لها ان احنا هنعمل عمليه، كان مريضه كانت سيده كبيره في السن كده، كان يعني 80 سنه مثلا او حاجه، وكانت صحتها كويسه يعني ما شاء الله، وكانت امورها كويسه. فجات لي فقلت لها الحمد لله اكتشفنا الورم في مرحله مبكره، واحنا محتاجين ان احنا نشيل الرحم عشان نقدر ان احنا الورم ما ينتشرش. 80 سنه يعني لو شالته مش هيبقى مش مشكله او ازمه. مش مشكله خالص بالظبط كده. وكان فوجئت انها جايه لي بعد سنه كامله. يا نهار ابيض. اما ده كانت بدايه ان انا بقى لازم اخد ارقام العيانين وان احنا نكلمهم وان احنا نلح عليهم. انت بالظبط. لان هو لازم ان انت يعني لازم يبقى خافت ومشيت جايه بعد سنه طبعا، بس هي الاورام في الناس الكبار بتبقى اورام كبيره. يعني اوريدي بتبقى جايه كبيره يعني لا حتى امال الورم نفسه عجوز. يعني الورم نفسه تمكن. لا ما بيكبرش بسرعه. ياه. الورم نفسه الخلايا بتاعته المفروض الخلايا ضعيفه يعني؟ دي ضعيفه. طب كويس. الخلايا السرطانيه دي كل ما بتبقى قويه وبتنتشر وبتنقسم بسرعه اكبر، دي بتبقى اجريسيف عنيفه وتنتشر وكده. في السن الكبير الخلايا السرطانيه نفسها عجوزه. طب حلو ده. كانت اللي هو ان هو تتحرك او انها تعمل مفعول او انها تنتشر في الجسم او انها تنقسم او هي ضعيفه. فلما جات لي بعد سنه الحمد لله لقينا الموضوع ما انتشرش برضه. الحمد لله. بس ده استثناء. الاستثناء ان القاعده بقى ان الاورام بتنتشر بسرعه. للاسف. وبالذات هي ليها انواع يا دكتور، ان يعني كل تاخير في العلاج ده حضرتك اورام المبيض دي مثلا، مجرد ان المريضه تجينا متاخره شهر او شهرين تفرق، بيبقى انتشر بقى، والورم مجرد ان هو انتشر من مكانه خلاص بيبقى المريض يكمل، او نسبه الوفيات فيه بتعلى قوي، المريض يكمل دي بتبقى، وطبعا بيضطر ياخد علاج كيميائي بمضاعفاته او مشاكله اللي هي عامله الارث الشعبي من الخوف من علاج الاورام. معلش يا دكتور، اصل ساعات احنا برضو بنبقى مثلا ايه، بيبقى احنا دلوقتي مثلا مين اللي ما عندوش غده درقيه، يعني في لخبطه، مين اللي ما عندوش ضعف في المناعه، مش ضعف في المناعه يعني ما عندوش مشاكل مناعيه، يعني للاسف دلوقتي في امراض كمان بيبقى لها تاثير، فبتبقى حاجات مشابهه جدا للامراض زي ما حضرتك مثلا بتقول. بيجي لنا اتصالات كتير جدا في سيدات تقول انا بنتي مثلا بقى لها عندها دوره شهريه مثلا منقطع، بقى لها في تاخر مش عارف ايه، يا ترى دي علامات ان احنا ننتبه ونقول لا دي مؤشرات برضو ان هو لا لازم ندور حتى لو نروح لطبيب نساء نتاكد ونعمل تحاليل، ولا لا ما نقلقش الناس ونقول لهم لا ممكن الموضوع، يعني يا ترى اعراضها مشابهه لحاجات نسائيه ممكن تبقى عاديه وطبيعيه ولا لا هي نفس الاعراض؟ هو اي حاجه عموما، اي اضطراب في الجسم عن الطبيعي لازم ان هو تستشير الطبيب، لازم تستشير الطبيب، مفيش اي حاجه اقدر اقول انها مش انها طبيعيه فخلاص لا ما تساليش وبتاع والامور هتعدي، لا مفيش اي حاجه. حتى اصل اي تغيير في الهرمونات بالذات يا دكتور بيقول لك ان ده مؤشر مش حلو ولا لا ما نخوفش الناس؟ التغيير في الهرمونات في نوعين، في نوع تغيير في الهرمونات بسبب لخبطه اكل او لخبطه حياه او حاجه زي كده، زي تكيس المبايض المشهور مثلا. بالظبط. التغذيه الغير سليمه، الدهون الكتير. بالظبط. الدهون الغير مشبعه، الحاجات دي كلها هي اللي بتعمل لي تكيس المبايض، وده في اغلبيه الحالات لما المريضه بتجيلي بفهمها ان احنا محتاجين بس نظبط اكلنا، محتاجين عشان ما يحصلش سكر، ما يحصلش ضغط، ما يحصلش مشاكل فيما بعد. في نوع تاني اللي هو مثلا بيبقى ورم في المبيض بيطلع هرمونات. الورم ده يبان ازاي؟ يبان ان المريضه تلاقي فجاه انها الدوره بتاعتها ملخبطه، انها ده بيبقى يعني ورم بيطلع هرمون الاستروجين، او العكس ورم بيطلع هرمون الذكوره، فالمريضه فجاه تلاقي ان طلع لها شعر زياده، شعر زياده كثيف وحب شباب، وابتدى صوتها ان هو يخشن. بالظبط كده. ف
ازاي بقى نفرق بين التكيس المبايض العادي اللي احنا ممكن نطمن المريضه ونروحها، صح، او ان في ورم على المبيض او ورم على الغده الكظريه، مش هي المريضه مش هتعرف تفرق. فلازم تيجي عندنا ان احنا نعمل السونار او نعمل المتابعه او نعمل الكشف، ونقدر ان احنا نقول لها والله لا اطمني وتعالي مثلا بعد 3 شهور بعد 6 شهور بعد سنه، او نقول لها لا احنا محتاجين نعمل مثلا رنين مغناطيسي، محتاجين ان احنا نعمل فحص هرمونات بحيث ان احنا نشوف المشكله فين. فان المريضه نفسها تكتشف في البيت دي صعبه جدا. يعني احنا بالنسبه لنا محتاجين حتى بعد الكشف محتاجين وسائل مساعده زي ممكن دلالات اورام، ممكن تحاليل، ممكن اشعاعات سونار او عشان نطمن ونبقى يعني قطعنا الشك باليقين زي ما بيقولوا. طبعا هو اوريدي خلاص قفلنا الصفحه دي، هنعالج بقى حاجات نسائيه ونشوف ونظبط والكلام ده كله. طبعا دكتور ساعات بيبقى حاجات برضو نسائيه ليها علاقه بالنفسيه، يا ترى برضو الاورام في الرحم او في عنق الرحم او في المبيض ليها علاقه برضو بالحاله النفسيه؟ يعني احنا ساعات بنسمع ان في زي الغده الدرقيه، في ناس تقول لك انا تعرضت لصدمه نفسيه وبعديها حسيت ان في لخبطه في جسمي كله، وجيت اكشف وادور لقيت ان انا ظهر لي غده درقيه، ظهر لي مش عارفه مشاكل في ايه. يا ترى فعلا الحاله النفسيه ممكن توصل لواحد ان هو يحصل لخبطه وتغيير في الهرمون ويؤدي فعلا بعد كده التغيير بقى في الحاجات ان ظهور اورام وحاجات زي كده ولا لا؟ هو السؤال يبان ان هو يعني ده بالعكس سؤال لكن هو جميل جدا، لكن هو فعلا بجد الحاله النفسيه ساعات بنلاقيها ليها ارتباط كبير جدا بحاجات كتيره قوي زي الرياضه وزي التغذيه. ده سؤال جميل جدا، وعايز اقول لحضرتك ان الحاله النفسيه يمكن اهم من كل الكلام اللي احنا قلناه بجد. لان بالظبط والله، لان الحاله النفسيه مرتبطه ارتباط قوي جدا بالمناعه. عايز اقول لحضرتك معلومه كده عن السرطان بسيطه، ان احنا جسمنا الطبيعي احنا ما عندناش مشاكل الحمد لله، جسمنا كل يوم بتتكون فيه خلايا سرطانيه، كل يوم بتتكون. احنا عندنا اصلا جينات في جسمنا كلنا بلا استثناء، الجينات دي بتحفز نمو الخلايا السرطانيه، وفي جينات بتمنع نمو الخلايا السرطانيه، فالمفروض ان هم في توازن ما بينهم، ما ينتجش خلايا سرطانيه. لكن اللي بيحصل ان كل يوم بينتج خلايا سرطانيه كلنا في جسمنا، والجهاز المناعي بيتعرف على الخلايا السرطانيه دي وبيموتها. ده ربنا خلقها فينا حاجه اسمها ابوبتوزس. حاجه اسمها ابوبتوزس. الابوبتوزس ده ان لو فرضنا ان التوازن بين الخلايا اللي بتكون اورام او الخلايا اللي بتمنع تكوين الاورام اقتل وحصل تكوين لخلايا سرطانيه، فالابوبتوزس ده وده اللي بيقويه الصيام المتقطع اللي قلناه في اول الحلقه. طبعا. فالحاله النفسيه اللي بتاثر على الحاله المناعيه، وهي بتاثر فعلا على الحاله المناعيه، بساعات بتخلي الجهاز المناعي يفشل في التعرف على الخلايا السرطانيه دي. فالحاله النفسيه دي في غايه الاهميه، زي التغذيه بالظبط اللي قلناها في اول الحلقه. فالحاله النفسيه حتى كمان دايما يا دكتور يقولوا لمريض السرطان لا ده دلوقتي ان انتوا المفروض حتى لو اكتشفت ان انت عندك سرطان اتعامل معاك عادي كمرض عادي. هو فعلا بقى مرض عادي صح يا دكتور؟ يعني نسبه الشفاء فيه، بس احنا بنقول دايما نسبه الشفاء فيه لو الكشف المبكر. صح. السرطان من اكتر الحاجات اللي هي تاثيرها عنيف، مش بس على المريض، لا ده تاثيرها كمان على اللي حواليه. بالظبط. لذلك جزء من خطه علاج مرض السرطان ان يبقى معانا معالج نفسي موجود عشان يقدر ان هو يدعو من المريض واهله، لان أيوة. للاسف التاثير بتاع السرطان أيوة بيبقى على العائله كامله. ودلوقتي احنا برغم الحمد لله احنا قلنا السرطان قل وكل حاجه، لكن دلوقتي كل بيت بقى او كل عيله فيهم حد معروف انه فالدعم للمريض بتاع السرطان ان هو، لان طبعا العلاج النفسي ده او الدعم النفسي ده مهم جدا في خطه العلاج. الدعم لاهله على مراحل مختلفه، يعني في المريض اللي هو ان شاء الله معظم الحالات اللي بيتم اكتشافها بدري بيكملوا حياتهم عادي وبيعيشوا والامور بتبقى تمام، لكن في حالات متاخره بيتم اكتشافها بشكل متاخر، فدي المريض بيخضع لحاجه اسمها العلاج التلطيفي. العلاج التلطيفي ده ان هو لو المريض محتاج حاجه ضروريه او طارئه بنعملها له. الدعم النفسي اهم حاجه في الوقت ده للمريض واهله. ايوه صح. عشان كمان بيبقى حتى يقول لك العيان مش بيبقى العيان لوحده، ده الناس اللي حواليه. ده عايز اقول لحضرتك دلوقتي بقى اي مستشفى اورام كبيره او مركز اورام متخصص فيه دكاتره نفسيين شغالين فيه. يعني هو دكتور نفسي علاجه فقط او تخصصه فقط ان هو بس مريض يشوف المريض الاورام. مريض صح. الاورام. فالحاله النفسيه يعني في غايه الاهميه. طبعا احنا كده خلصنا يعني الجزء بتاع الرحم، ولا في تاني غير تكيس المبيض ممكن يؤدي لمشاكل لو في واللي هو عنق الرحم والكلام ده كله؟ يعني خلصنا الرحم نخش على الثدي ولا ممكن. لا لسه؟ لا يعني قصدي احنا هم كلها مترابطه ببعضها. ما هو ده بقى اللي انا عايز اسال عليه. يعني هو فعلا انت خدت مني السؤال يا دكتور محمد، فعلا بجد يعني في ليه ناس بتبقى قلقانه قوي وحتى الدكتور يقول مثلا لو حد جالها سرطان ثدي يقول لها برضه عايزين نعمل كشف للرحم،
هي في ارتباط؟ يا ترى الهرمونات دي مرتبطة ببعض وفعلا بتأثر ولا ايه بالظبط؟ ولا الرحم هو لو في مشكلة ممكن يأثر على الثدي؟ مين اللي بيأثر على مين اكتر؟ لا، هو الاصل الهرمونات في المبيض، الهرمونات في المبيض. فالهرمونات دي بتأثر على الثدي، بتأثر على الرحم، بتأثر على المبيض نفسه. على المبيض نفسه. الثدي والرحم دي اعضاء بنسميها اند اورجنز، يعني مش بتأثر على حاجة. الا اذا بقى ان ظهر ورم فيهم والورم ابتدى ينتشر. ده اللي بيبقى ورم شرس يا دكتور. احنا عارفين ان الاورام بيبقى فيه يعني ليها مسميات كتيره وانواع كتيره. في اورام حميده وفي اورام خبيثه. الاورام الخبيثه فيها اورام عاليه في الشراسه. اللي هي بتنتشر بدري جدا. في اورام يعني انواع معينه مثلا من الليوكيميا اللي مفهوم الحاجات دي ما بتخفش. صح، اللي بتبقى موجوده في الدم للاسف. بيفضل المريض تحت العلاج بقيه حياته. احنا بنحاول. ففي اورام عاليه الشراسه، في اورام بتنتشر بدري جدا. يعني مجرد انها اول ما بنشخصها بتكون انتشرت في الجسم. طبعا مجرد انتشار في الجسم ده علت درجه الورم من الدرجه الاولى للدرجه الرابعه. فطبعا محتاج علاج كيميائي، وده بيقلل فرص الشفاء من المرض. فكل ما بنكتشف بدري كل ما كان احسن، يعني كل ما كان افضل لحياه المريض وللعلاج. لان زي ما قلت لحضرتك ان تكلفه العلاج الكيميائي مش بس تكلفه الماديه، تكلفه المتابعه طبعا، والتكلفه النفسيه والتكلفه الصحيه على المريض. بالزبط. المريض بيبقى خرج تقريبا من الـ 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 الدنيا بقى، الشغل والكلام ده كله. هو بالزبط. كل دي تكلفه ماديه ونفسيه ومعنويه وصحيه. أكيد. على يعني كتير حتى من الاشخاص، يعني ده للاسف يا دكتور في ناس، يعني ده اللي سمعناها قبل كده، ان في ناس لما بيعرفوا شركات كبيره، لما بيعرفوا ان السيده او الراجل عنده سرطان، للاسف بيقولوا انت هتعمل لنا خساره للشركه عشان كده مش هتبقى. يعني القضيه تتكسب من اول جلسه، يعني ما ينفعش ان هو طبعا لو مريض لا في ناس كده. يعني انا ده في حلقه من الحلقات عملتها، في دكتور قال ان هو ساعات فعلا بجد بيوصلوا ان هم ان الشخص لما بيعرف ان هو مريض يقولوا لا، ما انت اصل هيبقى عبء عليهم، هياخد اجازات، وساعات ان هو طبعًا الشركه هي اللي هتكلف كل العلاجات والكلام ده كله. الصحيه طبعا لمريض السرطان من اعلى الحاجات المكلفه جدا. يعني ومكلفة على الدولة، عشان كده الدولة اهتمت انها يبقى في كشف مبكر عشان يلحقوا المشاكل طبعًا الكثيرة والتكلفة اللي هتبقى اكبر طبعًا في المراحل المتأخرة. مهما تكلف الفحص والكشف المبكر، هو ما يجيش حاجة خالص جنب تكلفة العلاج. طبعا. ولذلك بس هو عشان نقدر ان احنا نحط تقنية الفحص المبكر دي او ننشرها، لازم يكون المرض منتشر. زي عشان كده هي ناجحة مثلا في اورام الثدي، لان هو اولا سهل تشخيص. حتى السيده ان هم بيعرفوها ازاي تعمل. دلوقتي مين فينا ما يعرفش يعمل فحص ذاتي لنفسه، ان هو يكتشف عنده ان شاء الله لو حتى ورم حميد. يعني الفحص الذاتي ده برضو من الحاجات اللي هي برضو اوفر ريتد شويه، اللي هو ايه، هي انا ما بقولش لا لازم نعمل فحص، لازم السيده تعمل فحص وتتاكد من شكل الثدي وتتاكد من كل حاجه وتعمل الفحص زي ما احنا بنعلمه لهم. لكن هو برضو ما بيلقطش الحاجه غير متاخر شويه. فالماموجرام هو الاساس في عمليه التشخيص او الكشف المبكر. حتى دكتور اصل كده بقى اللي هيسمعنا، في سيدات بتتصل بينا ساعات تقول لك طب انا تحت الابط في مثلا عندي ورم، بس عملت الاشعه ماموجرام بس. ماموجرام هي الخطوه اللي بعد الماموجرام. طب افرض الماموجرام مثلا قال لي والله انا قلقان، في عندنا حاجه اسمها 3 دي ماموجرام. في 3 دي ماموجرام، في 2 دي ماموجرام، 3 دي ماموجرام. في حاجه اسمها سونار على الثدي، بريست الترا ساوند. في حاجه اسمها رنين على الثدي، بريست ام ار اي. فده كله، بس انا الحاجات دي مكلفه، الحاجات دي غاليه طبعا. انا بعملها لو انا شاكك في الماموجرام. فالماموجرام ده مجرد ان بقول للسيده انت مثلا بعد سن ال 30 او ال 35 او ال 40 على حسب جسمها وعلى حسب شكوتها وعلى حسب التاريخ الوراثي بتاعها، انا بشكل سنوي بروح بعد انتهاء الدوره الشهريه اعمل الماموجرام، التقرير بستلمه تاني يوم، تمام انا تمام خلاص مفيش مشكله. لا مش تمام، الدنيا مش كويسه، لا خلاص هنعمل بقى 3 دي ماموجرام، هنعمل السونار، هنعمل ام ار اي. فالتشخيص البدري ده، انما ما اعتمدش على، لان في بعض السيدات تقول لك انا بفحص نفسي وانا تمام. لا تمام ايه ده، يعني الماموجرام ممكن يلقط مشاكل ما تلقطهاش السيده غير بعد سنتين او ثلاثه بالفحص والله. وخصوصا لو السيده هي الثدي كبير والفحص فيه صعب. فطبعا ممكن تكتشف ازاي بتلقط بقى متاخر جدا، ودي مشكله كبيره طبعا. طب
ايه الاشرس يا دكتور؟ زي ما حضرتك بتقول السرطان الثدي ده بيتهيألي بيبقى تشخيصه اسهل اسرع عن اللي موجود في الرحم، يعني كده معناه السرطان الموجود في الرحم هو اللي اصعب ولا السرطان الثدي ولا الاثنين؟ كل الاورام صعبه، كل الاورام، لكن اصعبهم هو سرطان المبيض. اصعبهم سرطان المبيض لان هو ده قلت لحضرتك هو للاسف بيتم تشخيصه بدري متاخر، اسف، بعد ما يبقى خلاص اوريدي انتشر في البطن وبيبقى فاصعبهم هو سرطان المبيض. لان هو حتى الفايف يير سرفايفل او المريض يكمل دي بتقل قوي بسبب اكتشافه بحاله متاخره. انما عنق الرحم يلي عنق الرحم يلي المبيض، لان عنق الرحم برضو بيجي متاخر شويه، بيجي في المرحله الثانيه، يعني المبيض بيجي في الدرجه الثالثه. طب اورام المبيض يا دكتور ليها يعني اعراض مثلا مختلفه تماما وبتبقى واضحه ظاهريا للسيده ولا لا؟ هي اورام المبيض بتبدا باضطرابات جهاز هضمي. جهاز هضمي؟ جهاز هضمي، صعوبه في صعوبه في الحركه، ممكن امساك، ممكن انتفاخ، حاجات زي كده. فالمريضه ده حضرتك بتروح لدكتور بطنه يقعد يعالج فيها، وبعدين هي تختفي شويه، وبعدين ترجع بعد شهرين بتكون وصلت للدرجه الثالثه بقى، اللي هي ان ابتدى يبقى في ميه في بطنها استسقى، ابتدى المرض ممكن يكون انتشر للامعاء، انتشر للكبد، انتشر في البطن. دي طبعا ممكن حتى ما ينفعش نعمل لها عمليه على طول، لازم تاخد علاج كيماوي الاول 3 شهور، وبعدين بعد كده نعمل العمليه، وبعد كده تكمل علاج كيماوي. بيبقى الموضوع لان برضو في الخبر اللي حضرتك قلتيه في بدايه الحلقه ان هو حتى لو السرطان ظهر في الثدي وبعديها ممكن لو اتعالج واخد الكيماوي بتاعه واخد كل حاجه واخد الاماكن الحمايه اللي بيستأصل منها الورم وكل الكلام ده كله، ممكن فيما بعد سنين يظهر في الرئه. ده مش الثدي فقط، ده كل الاورام. ليه بقى؟ لان الخلايا السرطانيه ممكن تعيش كامنه في الشعرات الليمفاويه والدمويه الدقيقه جدا. حاجه اسمها ليمفوفاسكولار سبيس انفيجن، اللي هو دخول الاورام الخلايا السرطانيه للشعرات الليمفاويه والدمويه، وتفضل كامنه وتنتشر بعد كده. المريض يعتقد ان هو خلاص تمام، خف وتمام. عشان كده احنا دايما بنطلب من دكاتره الانسجه اللي هم بيحللوا ان هو يبين لنا لو في الليمفوفاسكولار سبيس انفيجن ده. لا، انت كده لو موجود حتى لو الورم بدري وده موجود، بندي علاج كيماوي او علاج اشعاعي على حسب نوع الورم، لان في طبعا اورام بتستجيب كيماوي او اورام بتستجيب اشعاعي. لازم ندي علاج لان لسه بنقول للمريضه ساعتها ان لسه الورم ما خفش، حتى لو مش موجود في اي اشعه، مش موجود في اي تحليل، فستيل برضو في خلايا كامنه موجوده مستخبيه مستنيه مناعه المريض تقل، مستنيه ده وقت حالك. احنا كلنا بالاستثناء عندنا بالظبط خلايا سرطانية موجوده، وممكن الورم ده اللي ظهر ده ما يبقاش نفس الورم القديم، لا يبقى ورم جديد بس ظهر بنفس الكيفيه اللي ظهر بيها الورم القديم. طب دكتور برضو عايزه اعرف المعلومه دي صح ولا غلط، يقول لك دايما السيدات اللي خلفت او انها انجبت والكلام ده كله فرصه الاصابه بالسرطانات الثدي او الرحم يعني موجوده في الرحم او في المبيض بتبقى اضعف شويه من السيدات اللي هي مخلفه، يا ترى المعلومه دي صح ولا طبعا غلط؟ طبعا لان الحمل والرضاعه ده هرمون بروجستيرون، ده بيضيف حمايه اضافيه للسيده، لان المشكله في السيده في هرمون الاستروجين. البون بروجستيرون بتاع الحمل والرضاعه ده بيضيف حمايه اضافيه للسيده ضد اورام الثدي، ضد اورام المبيض، ضد اورام بطانه الرحم. لا طبعا الحمل والولاده ده والرضاعه، الرضاعه الطبيعيه طبعا ده بتخلي فرصهم احسن، انها بتقلل لو حتى في مشكله ما بتقلل الفرص. طب في سيدات تيجي تقول لك طب انا في سن صغير جدا، يعني لو بنت ما اتجوزتش بقى ظهر عندي اورام وكل شويه اجي اعمل لها اشيلها واعمل لها تحاليل ومش عارفه ايه، ما يبقاش خبيثه بتبقى ورم حي، بس الطبيب يقول لها خلي بالك ان انت كل سنه او كل سنتين لازم تجيلي ونعمل فحص حتى لو هو حميد وتحلل وان هو حميد، ليه بقى يا دكتور؟ ما هو ده يرجع بقى للنقطه الاوليه، ان احنا محتاجين طول الوقت ثقافه الكشف المبكر بالماموجرام او المسحه من عنق الرحم او كده، بتتعمل روتين حتى من غير ما يبقى فيه اي حاجه، يعني انا حتى من غير ما يبقى فيه اورام او غير اي حاجه، لا لازم تعمل كشف مبكر. الفرق بس ان المريضه اللي بيبقى عندها مشاكل ان احنا ممكن نقدم الكشف المبكر شويه. يعني مثلا مسحه من عنق الرحم بتتعمل للسيده العاديه مثلا كل سنه او كل 3 سنين على حسب الحاله، لا المريضه اللي اكتشفنا ان عندها اتش بي في مثلا ممكن نعملها كل شهرين، كل 3 شهور،
نفس الكلام بالنسبه للماموجرام. الماموجرام ممكن يتعمل مثلا كل 3 سنين لو هي سيده ما فيهاش اي مشكله خالص وكبيره في السن فوق ال 55 او حاجه. لو سيده صغيره في سن لا ممكن نعمل كل سنه، ممكن نعمل حاجات اكتر. فهو الكشف المبكر ده واحد بالنسبه للي ما عندهاش اي مشكله او اللي عندها مشكله، هو الفرق بينهم في المعدل بتاعه تيجي كل قد ايه. انما صح. الفحص انما حته ان انا تمام فاطنش وما اروحش وما ما اكشفش ده لا، ده اكبر غلط. فالبنت اللي عندها ظهر عندها مشكله او السيده اللي ظهر عندها مشكله هي بس محتاجه مجرد ان انا تتابع بشكل اكبر من انما في حتى لو حميد يا دكتور، حتى لو حميد الاثنين هيتابعوا، اللي ما عندهاش حاجه هتتابع، واللي عندها حميد هتتابع واللي عندها خبيث هتتابع. الفرق بينهم في المعدل المتابعه تيجي كل قد ايه. طب دكتور احنا بنسمع ان في سيدات مثلا بتبقى عشان الحمايه والكلام ده تاخد اوميجا 3، تاخد فيتامينز، تاخد حاجات وقايه للكلام ده كله. يا ترى الحاجات دي تفيد برضو انها تحمي السيده ولا الحاجات دي لا صعب؟ دي مفيده جدا جدا، مفيده جدا لانها هي فيها مضادات الاكسده. الاوميجا 3 مش الاوميجا 3 الفيتامينز عامه، الفيتامينز في حاجات زي السيلينيوم زي الزنك زي الفيتامين اي زي الفيتامين سي فيتامين اي كل دي مضادات اكسده. لو احنا بقى اتبعنا النصيحه اللي قلناها في الاول خالص بتاعه البلانت بيس دايت اللي هو الاكل المعتمد على، انا مش بقول الفيجن او الفيجيتيريان، مش بقول ان احنا اكلنا كله عشان شايف. بس ايه الناس اللي بتبقى في رمضان شايفين بيقولوا ده فاضل اسبوع احنا هتنكدوا علينا ليه؟ لا، فهو مش بقول ان احنا نبعد عن اللحوم خالص، لكن لو احنا على الاقل ثلثين الوجبه بتاعتنا عباره عن خضار وفاكهه بالظبط كده، احنا دي كلها مليانه مضادات اكسده احسن من اي دواء واحسن من اي فيتامين واحسن من اي حاجه. فاحنا لو اكلنا هيلثي من الاول صحي وبلانت بيزد يعني معتمد على الخضار والفاكهه فاحنا محميين اوريدي، مش محتاجين حتى اي حاجه اضافيه. يعني لو اكلنا بقى بايظ مين فينا دلوقتي يا دكتور، حتى يعني اكيد اللي بيسمعونا يقول مين فينا حتى دلوقتي ما بيعتمدش ان هو في ظروف الحياه وظروف شغل السيدات والكلام ده كله ان هو بيعتمد شويه على الاكل السريع، بيعتمد شويه على الاكل من بره، الكلام ده كله بيفيدهم؟ انا عايز اقول لحضرتك ان انا يعني والله بجد ده سيدات الحوامل اللي هم متابعين معايا في العياده او اي واحده متابعه معايا انا برجعها تاني بقى لايه اعدادي لنمط الحياه الطبيعي اللي هي بقى اهالينا بقى اللانش بوكس. اللانش بوكس هتاخديه معاكي، ازازه الميه تمشي بيها لان برضو شرب الميه ده للاسف دي للاسف انا معرفش الثقافه دي مريعه اللي تشرب لا المية. وبيجي لنا اتصالات يا دكتور يقول لك لا انا ما بحبش اشرب ميه، في حد الميه هتساوي حياه؟ ما هو للاسف كلمه ميه بتساوي حياه دي مش واضحه عند الناس. ثلاث ارباع الامراض بتيجي من قله شرب. احنا عايز اقول لحضرتك ان احنا بنعجز لما أيوة محتوى الميه في جسمنا بيقل صح؟ بشرتنا والكلام ده كله بتعجز بسرعه كل حاجه. ما انا ممكن بقى اقول للسيده بشرتك هتتاثر طبعا، كليتك ممكن ما انما بشرتك هتتاثر فتلاقي دي تخاف اكتر، دي تخاف اكتر بقى. فلا مش لازم لانش بوكس معانا، اكلنا من البيت دي ما فيهاش كسوف. يعني نمط الحياه ده حاجه صحيه وبتبقى حلوه.